مرحبا بكم مع ضيف من نوع خاص من ضيوف الضيف الخامس. تعرفوا عليه من بعد ما نقولوا لسي بدر الدين مرحبا. مساء الخير. مرحبا. وسي نجيب مرحبا. شكرا سي مصطفى. السي بالعيد مرحبا. مرحبا ومرحبا بالضيف الخاص. نقدم لكم الضيف الخاص بعد هذه الورقة. أهلا بكم مشاهدينا من العاصمة الغنية أكرا. بعد مخاض عسير تمكن منتخب أسود الأطلس من ضمان ورقة العبور إلى دور ربع النهاية. الناخب الوطني أونغي ميشيل عقد ندوة صحفية مباشرة بعد نهاية مباراة المغرب ضد غانا، أجاب خلالها على مجموعة من التساؤلات التي همت صعوبة التأهل وباقي مسيرة المنتخب الوطني. أهلا بكم مشاهدينا من العاصمة الغانية أكرا. عجز المنتخب الوطني للمرة الثانية على التوالي عن تجاوز الدور الأول. الأسود خرجوا بخفي حنين من دورة غانا. كنا نتمنى أن يتحقق الخطاب الأول أو الكلمة التي ألقاها زميل محمد المهدي، لكن يلا عشنا الكلمة الثانية أو التقديم الثاني اللي هو كابوس من غانا وحنا كنعيشوه. نقدم لكم الضيف الخاص ونفتح الحوار من بعد. مرحبا بك. ضيفنا ما كيردش بحال لجميع المسؤولين داخل المسؤولين المعنيين، قفلوا الهواتف ديالهم، قفلوا كل شيء. كان عندنا وعد بالحضور مع احد الضيوف، لكن نقدروا الموقف ديالو وفضل يسد التليفون ديالو ويقطع على كل شيء. جرات المباراه كما عشناها يوم السبت، وربما سيناريو ما كانش في البال على اي انسان، ولكن قبل ان نفتحوا هاد الحوار ديال هاد المباراه ما بين الزملاء والضيف ديالنا الكريم، فاحنا اريد ان اشير الى ملاحظتين السي بالعيد اللي جات على خاطرك، انه للاسف البعض بعد نعت اللاعبين المغاربه بالمرتزقه، ونحن نرفض هذا شكلا ومضمونا، لانه ليس من حق اي انسان ينعت الاخرين بالارتزاق. هذه الملاحظه الاولى. والثانيه اننا ما احترمناش الضيوف ديالنا وما احترفناش العالم الغابوني، فصفرنا عليهم وصرفقونا وهذا من حقهم. تفضل سي بالعيد، انت كنت داخل الملعب. بصراحه انا متفق معك تمام الاتفاق، وربما انه حان الوقت ان نفكر في كل ما يتعلق باخلاقيه مهنه الصحافه، وكذلك الخطاب اللي فيه كثير من الثرثره حول مسائل كتبقى من الخصوصيات ديال الصحافه الرياضيه في اطار التحليل، في اطار المواقف، في اطار النقد، ولكن ان يحصر ما هذا الاطار هذا الاخلاقي. لماذا؟ لان لما كتقول مرتزق والامر يخص اللاعبين المغاربه الذين يلعبون باوروبا ويبقوا مغاربه، وهادو اولادنا وخوتنا، وحتى واحد ما عنده الحق يمس المغربيات ديال اي اخر. هذا حق دستوري يحمينا الدستور من هذا، حتى واحد ما عنده الحق. اذا تجاوزوا هذه المسائل، لان اخطر شيء اظن هو ان الشعبويه والديماغوجيا كتؤدي الى الافساد اكثر، ما كتحل ادنى مشكل، بل في كثير من الاحيان هذا النوع من المواقف الديماغوجيه يضر بالتحليل الحقيقي، وربما نتراجع في كون اننا لا نطرح البديل ولا نفكر في البناء. كاين مشاكل ماشي ما كايناش وما اكثرها منذ بدايه هذا البرنامج، ونناقش
ونحاول أن نناقش كل هذه المشاكل في إطارها العلمي السيكولوجي السوسيولوجي الاقتصادي إلى آخره. وهذه ماشي ترتارة فوق النيل، بل هذا هو الأساس. وربما أن هذا المنهج إذا اتبع فربما أننا سنصل إلى آفاق فيها اقتراحات، فيها بديل، وفيها كذلك بناء بدون أن نمس لا العواطف ولا تجريح ولا احترام المهنة، مهنة الصحافة والإعلام بطريقة مهنية احترافية تجاوزا لكل ما هو شتم وقذف. على أين؟ على أين؟ أنا أقول أن الصحفي المحترف الحقيقي فهو يتحمل مسؤوليته حتى